خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، قدمت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني تقريرا مفصلا عن عمل دائرتها في الملف الليبي، مشددة على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار حتى ولو كان اتفاقا هشا حتى اللحظة. وقف إطلاق النار هش، لكن التمسك به ضروري، واسمحوا لي أن أشدد على هذا. نقول يجب احترام وقف إطلاق النار لوقف دوامة الدم. رسالتنا قوية، وبصوت واحد يجب على الجهات الفاعلة المختلفة داخل ليبيا أن تمتنع عن إثارة التوترات، ليس فقط من خلال أفعالها ولكن أيضا بكلماتها، فليبيا بحاجة إلى الهدوء. الخارجية الأوروبية أكدت بأن ليبيا ستكون على رأس جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد في نيويورك بعد نحو أسبوعين، وبنفس الأهمية في الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول التكتل الموحد، انطلاقا من ضرورة طي صفحة الماضي وتأمين انتقال سياسي يسبقه الاتفاق على إطار دستوري متين قبل الانتخابات، وإلا فلا فائدة من انتخاب رئيس في فراغ قانوني. 2.5 million Libyans have registered to vote. لقد تم تسجيل 2.5 مليون ليبي للتصويت، موضحين رغبتهم في طي صفحة الماضي. من حق الشعب الليبي أن يختار ممثليه بأمان وبحرية من خلال صندوق الاقتراع. يجب على الليبيين أن يعرفوا بالضبط على ماذا سوف يصوتون. لا بد من الاتفاق على إطار دستوري متين قبل الانتخابات، وإلا فمن غير الحكمة انتخاب رئيس في فراغ قانوني. التزام أوروبي بتعميق العمل الأمني في ليبيا برا وبحرا في إطار تأمين الحدود وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب وتدريب خفر السواحل الليبية، بما يحسن كفاءة تطبيق قرارات مجلس الأمن حول حظر دخول الأسلحة وتهريب النفط. توحيد المؤسسات المالية الليبية في صميم عمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات المحلية والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودون السيطرة على المال الداخلي والخارج لا يمكن السيطرة على البلاد. سلام عطا الله الغد، بروكسل.